بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر ومن خارج مصر. دلوقتي موجودين في السوق بنها، نعرفكم على أسعار لحم الجاموس بالصلاة على النبي بتاريخ 13/6/2022. الصلاة عليك يا نبي، اللهم صل عليك يا نبي. السعر القايم ماشي هنا 60 جنيه بالصلاة على النبي. انا بالصلاة على النبي برضه عجلة ضخمة، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، عجلة ضخمة، اللهم صل عليك يا نبي. مال طيب، الصلاة على النبي. السلام عليكم يا معلم. سن ولو كسر أربعة، كسر أربعة. وزن عالي كم كله ده؟ 8. يجي 8؟ عشان يا عم تولوا كده اهو. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، مال طيب يا عم. الصلاة على النبي، اللهم صل على النبي. يجي 8. السعر اللي هينفيه بكام النهارده؟ طيب السعر كله سوا طيب. الناس في حالة انا رد العيد هم الكلعين بعدين الدنيا يعني؟ اه الكلعين بعدين الخل. عامل كام العجل ده بالصلاة على النبي يا معلم؟ ده عامل 45,000. 45,000 جنيه. اللهم صل على النبي. قناة ايه دي بقى؟ قناة اصل الريف المصري على اليوتيوب يا حاج. اللهم صل على النبي. منين يا معلم؟ من يا لام؟ احلى الناس الشرقية يا حاج. عجل اضخم عجل بالصلاة على النبي مكتوب انا. السوق في النازل، النازل السوق في النازل. المرض ده مبهدل الدنيا. خلينا بسمان بنها ان شاء الله. اللهم صل على النبي. اضخم عجل في السوق بالصلاة على النبي النهارده. كانت اصل ده في مصر على طول ان شاء الله. ندهم له يا عم كسر اربع سنان. اللهم صل على النبي. معلم احمد ابو انور. انت منين يا معلم؟ من يلان. تاجر؟ رقم تليفونك كم الناس توصل معايا؟ 0100 285 70 كم؟ 70 20. 70 20. اللهم صل على النبي. الآية ماشي 60 النهارده. 60 معلش. صل على النبي. صورت هواية خالص؟ اه. اللهم صل على النبي. ما انا برضه عجلة من ارضية السوق. عامل كم ده معلم بالصلاة على النبي؟ ده عامل 37,000. 37,000 هو يسوى بالصراحة أمانة الله يعني. 37,000 كتير. بالصلاة على النبي. تعوز تزحه ليه؟ عشان الناس تتفرج عليه يعني؟ عامل كم العجل ده؟ عامل كام؟ ها؟ الكلام فيه بكام؟ كلام فيه بكام؟ 26,000. عامل 26,000 وما حد ما رضيش يبيعه؟ يعني اتفصل له ب 26,000 وما رضيش يبيعه. عاوز فيه 29,000. اللهم صل على النبي. السعر القايم ماشي هنا 60 جنيه بالصلاة على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. وده عجل من ورها بالصلاة على النبي، وده الفتحة، وده النظام بالصلاة على النبي. مال طيب. اللهم صل على النبي. برضه معانا عجل من أرضية السوق. بيتكلموا في كام ده؟ 26؟ والله يعني. أسعار نار بصراحة، أسعار نار وانهيار. كل واحد ماسك في حاجته هنا مش عاوز يبيعها بسهولة. طبعا المربي بيبقى مكلف والعلف غالي والدنيا غالية. بالصلاة على النبي. وادي البهيمة يا جماعة. ولسه احنا الساعة 5:30 الصبح. اللهم صل على النبي. معانا برضه عجلة من أرضية السوق. عامل كام يا حاج العجلة دي بالصلاة على النبي؟ 27,000. 27,000 كام؟ هتنزل على اليوتيوب؟ اه اصل الريف المصري ان شاء الله. صورت. اللهم صل على النبي. السعر الان النهارده ماشي كام؟ بظبط 62. ماشي 60 على الايه. بقول لك اللهم صل على النبي. معلم تشتري انت؟ والله؟ طب تعالى اعمل اخويا.
سنه يا معلم ده جوز كسر جوز السعر اللي ماشي 60 النهارده فتح اللاعب محل 65 اشتري ب 65 اشتري ماشي من ابيع انا واحد حاطط ده في السلاسل كلام فيه بكم محل كلام فيه بكم لحد دلوقتي لسه حاضر يابا الحاج الفتحه اللي هو بيشيل 2000 ونص بيشتري لك بتاع 35000 وانت وانت اللي في الراي على الباب انا ما اقدرش بقى وحر قناه اصلي الريف المصري ان شاء الله على اليوتيوب والقواي كله والله ما فيش يا جدع وليات لا اله الا الله والمصحف وليات المصحب والكتاب اللي ب 37000 ونص الفتحه بسم الله الرحمن الرحيم بيتكلموا في 37000 ونص والله ده ب 40 جنيه تميز ربنا يهدي لك الحال وفي الحمى القرعين بهدل الدنيا نعمل بير عندنا سبعين جنيه ايه اعراض المرض دي حاج اعراض المرض على كده بيبان في البق كده اهو ايه اعراض المرض اعراض المرض الرياله والتكتيف تكتيف ودرجة الحرارة مرتفعة وطبعا لو ما لحقتوش بنعرف الناس يا باشا احنا بنعرف الناس عشان الناس برضه تبقى واخدة بالها لان المرض ده منتشر جامد 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 ربنا يشيل على الناس ده بنسبة 80% ربنا ينجي مزارع كاملة بتموت ها؟ بس لسه بتفوض على السعر بالصلاة على النبي وصل لكام؟ 37 37000 بالصلاة على النبي انا على الحرام من ديني ما جاي عليك ولا جاي عليك 37 هو يشيل الفصار خلصوا ب 37 يا حاج خلصوا ب 37 لا لكم خلصين ب 34 لكم خلصين وضع على 35 عاوز يدفع 35 والله رن عليك صاحب الراجل مش راضي يعني اللهم صل على النبي ولم يتم البيع اللهم صل على النبي تاي لحمه بالصلاة على النبي عامله كم من تاي لحمه دي يا حاج 21000 21000 السعر الان فيها كام ولا فيش اي منار الان فيها 45 جنيه 47 47 جنيه وبعتها المزاد والدك كم مره دي مره واحده هذه يا جماعة نتاها بالصلاة على النبي اللهم صل على النبي السوق زحمة النهاردة السوق زحمة جدا غير السوق اللي فات السوق هيريح عن كده كمان ايه المرض المنتشر يعني مرض منتشر يا حاج والاكل غالي اللهم صل على النبي نتاها بالصلاة على النبي لك 21000 ده المرض دي منتشر بطريقه رهيبه رهيبه ده في ناس كتير زعلانه جدا ربنا يسترها والله والعلف غالي وكل حاجه غالي احنا كنا الاول بننزل نشتري الفجر دلوقتي قعدنا بننزل نشتري انا شايف كل مريك. واحد ماسك حته حتتين ومفيش بيع ولا شراء مفيش بيع ولا شراء في هبوط في السعر اسعار في انهيار نقول عشان ما حدش عارف دلوقتي السعر خالص في انهيار في الاسعار بصراحه الناس بتهيئ في البلاد الناس اتجننت يا حاج المرض مبهدل الدنيا الناس بتقول لك في البلاد 75 وهنا بيستو مش مكمل حتى 67 بص قال البار ب 67 النهارده ب 68
قولوا ب 70 يا حاج. قولوا ب 70 عند التنفيذ السوبر. سوبر 70 لا سوبر 70 معروف. بعد كده تقل بقى الجاموس 58 او 60 غالي قوي. ربنا ينجي يا باشا، ربنا ينجي بجد. يعني الدنيا الدنيا مسافره طبعا. قناه ايه؟ اصل الريف المصري على اليوتيوب ان شاء الله وعلى كواي. الريف المصري اصل الريف المصري بكام يا باشا؟ 58 جنيه. ب 58 جنيه. اوعى اللي هتسلم ب 58 جنيه. القايم رقم تليفونك كام؟ 010 استنى 010 66 34 55 55 83 يعني 58 جنيه. 58 جنيه القايم هتسلم كده. هنسلم للقايم. لا يرن عليك تسلم. خش يا حاج كده خش. 58 على بركة الله. خلاص يا هم بيعملوا 58 يا جماعة على كلام الرجل. قول ب 58 في بود رهيب. ما فيش بيع وشراء. السكينة شغالة. لا عجلة. الصلاة على النبي. اللهم صل على النبي. معنا برضو عجلة. بيع وشراء. كلام فيه بكام لاجل؟ كلام فيه بكام؟ قول لي خد لي بس مش كيلو يعني 30000. خش على الميزانيه وزنها. لا ماليش في الموازين. اللهم صل على النبي. امال اعمل كام؟ بيتكلم في كام؟ هو راجل عامل له 30 وش 30000؟ اه. خد يا حاج.